شكرا سيد الرئيس، سيدات السادة المستشارون. الحكومة في ظرف 6 ديال الأشهر جاوبت على مجموعة من الإشكاليات. منين جينا كنا عارفين اليوم بأنه باش نواجهوا هاد التحديات ونقدروا نحطوا الأسس ديال النموذج التنموي، خاص نجيبوا حلول ومقاربة غير كلاسيكية. مثلا بالنسبة للاستثمار، المفارقة اللي لقيناها هي أنه رغم المجهودات الكبيرة اللي تعملت في الاستثمار العمومي، الاستثمار الخاص ما كيستغلش كل هذه الإمكانيات، والعائل الاجتماعي والاقتصادي كيكون قليل. وهذا الشيء كيبان من خلال ضعف مساهمة الاستثمار في النمو وفي خلق ديال مناصب الشغل. فهذا الشيء علاش اليوم داخل الحكومة كنوضعوا أسس سياسة استثمارية مندمجة، باش الاستثمار يكون سياسة حكومية فعلية وماشي فقط تدبير ملف من الملفات. الهيكلة الحكومية ضمنت قطاع كيختص بالاستثمار والتقائية، وماشي غير التدبير ديالنا للاستثمار اللي بغيناه يتبدل، لكن حتى الطريقة ديال التفكير والرؤية ديالنا للاستثمار، لو مايند سيت ديالنا خصو يتبدل. وهذا الشيء راه بدات كتبان النتائج ديالو، لأنه في ظرف 6 شهور كانوا 5 ديال المرات الاجتماعات ديال اللجنة الوطنية للاستثمار، 33 مليار ديال الدرهم، 14300 منصب شغل. وكنشتغلوا اليوم على ميثاق، كما جيت في الكلمة ديالي قبيلة، جديد للاستثمار، واللي تم تقديم الخطوط العريضة ديالو أمام سيدنا الله ينصرو في شهر فبراير الماضي. هذا الميثاق اللي عرف العديد من المحاولات ديال الصياغة، اليوم قرب يخرج، وغادي إن شاء الله يمكننا أن نجعله من الاستثمار الخاص محرك حقيقي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. كذلك حنا بدينا كنشتغلوا على واحد مجموعة من الإصلاحات اللي هي غادي توفر الظروف الملائمة لعمل الميثاق الوطني، واللي كتهم التعبئة ديال العقار، إحداث المناطق الصناعية، والتصريح الحكومي قلت أننا غادي نواجهوا العقد اللي كتعيق ولا اللي كتقل المسار ديال التنمية، وقلنا غادي نحاولوا نديفيسيو هذوك لي بولون اللي كتخلي المقاولة والمستثمر تالفين غير بالإدارات. لذلك حنا خدامين على تبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنة المساطير، اللي غادي يزيد من الشفافية ويرفع إن شاء الله من منسوب ديال الثقة ديال المستثمرين والمقاولين. وكذلك مع الإصلاحات اللي كتعرفها المراكز الجهوية للاستثمار، غادي يتمكنوا من تحقيق الفعالية وإنعاس الاستثمار، سواء الكبرى أو الصغار والمتوسطة. والتصور ديالنا اللي كنحاولوا نوضعوه هو وان ستوب شوب، يعني انه يعني توحيد المصادر وتوحيد المخاطب، والاداره ما تكونش عائق بل محفز حقيقي ديال الاستثمار. على الصعيد الخارجي، الحكومه اليوم كتشتغل باش توجد الظروف لجلب استثمارات اللي هي قويه. غادي نخدموا باستباقيه وغادي نتسابقوا باش نجيبوا مزيد من الاستثمارات الخارجيه، لأن الضفية بغات هذا الشيء، والعالم كيتبدل، واليوم كاينة فرص حقيقية، وإعادة توطين رؤوس الأموال من بعد هذه الأزمات غادي تكون هي الرهان اللي غادي يعيش فيها العالم. وحنا إن شاء الله غادي نخرجوا من هذه الأزمة، وغادي ناخذوا الطريق ديالنا. المهم كما سبقتني قلت في واحد التدخل سابق، أنه غادي نخرجوا من الأزمة إن شاء الله وحنا واقفين على رجلينا، وعندنا كل المؤهلات، وغادي نخدموهم بلان ريجيم ان شاء الله باش نستغلوا جميع هذه الفرص. الحكومه في ميدان ديال التشغيل وضعت اهداف لمده 5 سنوات باستراتيجيات قطاعيه وخدمات في نفس الوقت على المدى القصير المتوسط. ولان الازمه ديال الكوفيد ماشي غير ضيعت مليون ديال المنصب ديال الشغل، واللي الحمد لله قدرنا نتداكوها والحمد لله، عاود رجعت هذيك مليون ديال 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 الشغل اللي كانت مشات في وقت الكوفيد، رجعنا للارقام اللي كانت من قبل الازمه. لكن الاشكال الكبير هو ان الازمات المستورده اللي كتعيش فيها البلاد ديالنا هرست الوتيره ديال النمو ديال الشغل في المغرب، بحيث اننا اليوم بعد على الارقام اللي كان خاص نكونوا فيها لو ما كانت شيء الازمه. فمثلا لا كواسونس ديال الوتيره العاديه لنمو الشغل كان كيكون ب 5%، وخصنا نرجعوا لهذا المستوى ان شاء الله على الاقل يعني في السنوات المقبله. جبنا
جبنا واحد العدد ديال الحلول، لانه فعلا اهم حاجه اللي كاينه هي الثقه. خاص الثقه تكون مع يعني الشركاء الاجتماعيين ديالنا، وخاص الثقه تكون مع الباتونا ومع يعني المستثمرين. اللي كتكون هذه الثقه مع الحكومه، الكل يشتغل بثقه ان شاء الله، والمستثمرين كيتشجعوا. فعلا احنا عارفين بانه الاستثمار خصو يتزاد، وخصو يكون لا الاستثمار الاجنبي ولا خصوص الاستثمار المغربي اللي خصو يتشجع واللي خصو يزود الامل. لهذا عاملين اليوم هذا الميثاق ديال الاستثمار اللي كنشتغلوا فيه، باش نعطيو واحد الدفعه وواحد لا ريبتور يعني مع الاستثمار اللي كان، باش يكون داك الشيء يمشي بقوه ان شاء الله في السنوات المقبله. الاستثمار اللي جا، هذا الشيء كنتكلموا عليه من بعد واحد الازمه اللي هي ازمه كبيره، قلنا بانها مستورده، العواقب ديالها كبيره. ما هي الكوفيد اللي قتل الاقتصاد بوندون عامين، راه الطوموبيله اللي كتخليها عامين ما خداماش، اللي كتبغي ديماري راه خصك شويه ديال يعني خصك الباتري وخصك هذا وخصك هذا، وعساك اقتصاد كبير. دونك لا روبريز ديال ليكونومي الحمد لله، حنا قلت لكم بانه مليون ديال لي زومبلوا اللي كانوا ها هما رجعوا. دونك الاقتصاد ديالنا الى غوديماري، سي اون اكسيلون شوز، وكنشوفوا النشاط اللي يعني الحمد لله الناس القاوي يعني القاوي خدامه، والحمامات خدامين، واحد العدد المسائل اللي هي خدامين، وهذا لومبلوا اللي ما كنشوفوش تولي جو، هذا لومبلوا اللي ما كنشوفوش دائما راه مهم يعني بالنسبه. دونك خاص ديماري ليكونومي مزيان، بلي ديماري ليكونومي تعطات انطلاقه، العالم كله ناض دقه واحده، كل شيء كيشتغل. دونك ولا يعني الطلب والعرض ولا ديزيكيليبري، سكي في الاثمنه بدات كتطلع، وهذا الشيء راه بدا كيطلع في الموا ديال افريل، يعني قبل كاع ما يكونوا انتخابات، بدات الاثمنه كتطلع، وبدات الفقدان ديال واحد العدد ديال المنتوجات ما كتلقاهاش حتى في السوق باش تقدر تجيبها باش تقدر تكمل. وهذا الشيء راه كيعرفوه الناس اللي كيشتغلوا، وخصنا نتكلموا بلغه الحقيقه ماشي بلغه الخشب، يعني مع المغاربه ويجيو له مسؤوليه على شي حد، خصنا نتكلموا بالمعقول باش كل واحد يفهم اشنو هما لي زونجو. ما جينا فين نكملوا في هذا الشيء هذا، حتى جات الازمه يعني ديال اوروبا والاوكرانيه، زيو جيو استراتيجيك اللي عندها يعني ماشى يعني واحد لامباكت كبير على الاثمنه ديال الطاقه يعني في العالم، وعلى الاثمنه ديال كذلك الحبوب وديال لي سيريال اللي كيكلفوا، الغاز اللي كيكلفوا اليوم الدوله في واحد العدد ديال المنتوجات كيكلفوها اموال طائله. هادشي كله عملناه، ما طلبنا الا ريكتيفيكاتيف، الحمد لله انه ربي واقف مع هاد البلاد كما دائما، انه حنا عندنا لي وسيط اللي كافيين باش نمشيو مع هاد المرحله هادي، يعني ما غاديش يعني داك الشيء ليميت، ولكن حنا غاديين مع هاد المرحله. ثانيا انه ما وقفناش المشاريع اللي هي كبرى، هادي حكومه ما جاتش وضربات في الاستثمارات اللي فاتوا وجات وقالت الفلاحه غادي نحيد لها 40% وهذا القطاع غادي نحيد ليه 20% وهذا 30%، حنا بقينا في نفس الوتيره ديال الاستثمارات، وهذا الشيء اللي هو جد مهم. وكذلك دخلنا في حوار اجتماعي بشجاعه، يعني شكون هذه الحكومه اللي في هذه الازمه غادي تجي وتقلب على النقابات وهما كيقلبوا عليها ويجيو يجلسوا ويحاولوا يلقاو واحد الاتفاق، اللي هو انا بالنسبه لي اتفاق تاريخي، ماشي فقط قضيه ديال الزيادات، وما خصناش نبخسوا هذا العمل اللي تقام، لانه عمل اللي هو كبير. ولا كنت هذا الشيء اللي وقعنا كان في الماضي ما كانش خصنا نوقعوا، هذا الشيء كله جديد، يعني باش نكونوا واضحين، يعني سي اون افي با يعني هذا الشيء اللي وقعنا، لانه ما كانش في الماضي، وحنا كنتحسنوا، وحنا غادي نعاودوا نجلسوا ثاني، وغادي نجلسوا في جوان، وغادي نجلسوا في ديسمبر، وغادي نحاولوا باش وما عندي ما ندير، التمثيليه هي التمثيليه، 6% ديال سميتو، انا لانه انا باقي كنعقل واحد السيد سي واحد من رؤساء ديال الحكومه السابقين، دائما كيقول في المجلس ديال يعني في المكتب في المجلس ديال الحكومه بانه ما نقدروا نجلسوا الا
مع الناس اللي عندهم 6%. دونك انا متبع يعني هذا الطريق اللي هي مرحله سميتو ديال التمثيليه ديالنا ديال النقابات. سوني با كيلكو شوز، ماشي هي شي حاجه اللي ضد شي واحد. احترامي وكتعرفني مع النقابات ديالكم دائما في الفلاحه كنت كنشتغل بجديه وباحترام وهذا، ولكن يعني هذا النظام. ما نجيو دابا قلنا الاستثمار لا غونونس، يعني خصنا نديرو امكانيات اللي هي مهمه ديال الاستثمارات الخارجيه الداخليه، نعملوا لا سوبليس يعني في لا ريفورم دو لادمينستراسيون، واحد العدد لا ريفورم ديال لاك دانفيستير كله بانه خصو يتصلح مزيان. ولكن حنا عارفين بلي جينا بانه كاينه ازمه، بانه باش تقلع الاقتصاد ديالك راه خصك دير شويه ديال المجهود، فلهذا جبنا برنامج اوراش، برنامج ديال اوراش اللي هو يعني برنامج اولا فيه كاع لي كونديسيون ديال الحمايه الاجتماعيه والسميك، يعني راه ماشي هو برنامج اللي جينا وغادي نعطيو فيه 1000 درهم ولا 2000 درهم للناس، يعني الناس هذا. ثانيا هو برنامج للناس اللي كيشتغلوا. ثالثا ماشي برنامج ديال الدوله اللي غادي كتوظف الناس، هي كتشتغل مع واحد العدد ديال لي زاسوسياسيون ومع واحد العدد ديال يعني الجمعيات ولي كوبيراتيف اللي عندهم الامكانيات انهم يشغلوا الناس في واحد الوظائف اللي غادي يقضيو فيها الغرض، اما الدوله اما داكشي اللي كيعملوا به اما اللي كينتجوا باش يحسوا المنتوج. دونك مشينا في هذا التوجه، وهذا الشيء غادي يعطينا 100,000، يعني ان شاء الله من هنا لاخر السنه غادي يعطينا 100,000 امبلوا، وهذا شيء جد ايجابي، لانه هاد الناس غادي يخدموا بالسميك، غادي تعطيهم لوغو باش يعاودوا يرجعوا للعمل ديالهم، يثيقوا بانه الدوله راه ماشي هي كيجي يدق على نانابيك سميتو، بالعكس الدوله كتمشي عنده وكتقول لي راه كاين امكانيات عبر الجمعيات ديالك وهذا بانك يمكن تشتغل ويمكن تخدم، وحتى هو كياخذ شويه ديال الوقت باش يعاود ياخذ لوغو ديالو ديال الخدمه، باش ان شاء الله بلي لا ماشين ديالنا تحرك وبلي الاقتصاد ديالنا يزيد لقدام وبلي تكون واحد التحرك اللي هو ايجابي وتكون واحد الديناميه، غادي يمكن ليها تبلعو، غادي يمكن ليها تاخذوا معاه يعني في النشاط الاقتصادي المقبل. البرنامج ديال الفرصه، يعني هو اولا برنامج ناجح، برنامج كبير اللي غادي يعطي ليبيري، غادي يحرر الطاقات ديال واحد العدد ديال الشباب. حنا قلنا غادي تكون 10,000 ولكن غادي نعاودوه العام الجاي ان شاء الله والعام الاخر ان شاء الله، وحيت بلي كنقولوا 10,000 لاننا مشينا في الماكسيموم، لان واحد العدد هذا يمكن يمشيو غير 50% من هذاك من الطلب سميتو، دونك يمكن لينا نمشيو ل 15,000، يمكن يمشي كل يعني مجموعه اللي خدات هاد الشيء ديال الفرصه راه يمكن تشغل واحد جوج ثلاثه، فلهذا حتى هذا ستانجيزمون يعني مهم، يعني اللي غادي ديال لومبلوا اللي غادي يخدم الناس ان شاء الله في المستقبل. سمحوا لي الى 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 جات 130,000 اللي جاوبات ديال الشباب، هذا ما يمكنش تقولوا برنامج ماشي ناجح. ها 130,000 ديال لي دوسي اللي تحطوا باش ياخذوا البرنامج ديال اوراش ديال الفرصه، لانه هذا كيبين بانه هذا البرنامج هو برنامج يعني ناجح وبغاوه الناس وفهموه الشباب. الى تخداو يعني لي زانفلونسور او لا، هذا يمكن كاينه سياسه ديال لا كومينيكاسيون بانه خصهم يوصلوا عند هذوك الشباب يفهموا، اللي انت قلت لك بانه الاغلبيه ديالهم حتى 11 الليل عاد كيعمو لو دوسي، يمكن واحد العدد ديال هاد لي دوسي راه ما يمكنش يتقبل، ولكن سي ان بروغرام اللي اسمحوا لي فيه لا فورماسيون وفيه لو كوتشينغ وفيه المتابعه وفيه القطاع الخاص، وما بغيناش ندخلوه، وهذا هو يعني اللي سميتو ما بغي دخلنا يمكن القياده ديالو كاينه في هذيك الشركه ديال لا سميت اللي تكلمتي عليها، ولكن لي زاكتور ديالهم كلهم سيكتور بريفي، عطيناه واحد الطبعه ديال القطاع الخاص، لانه باش يثيقوا فيك 115,000 شاب وشابه ولا مواطن مواطنه، 74% جاو من خارج يعني المدن الكبرى، باش يثيقوا فيك ويجيو ويجاوبوا في 10 الليل وفي 11 الليل، سي كيليا ان انتيغي
c'est que nous avons atteint la cible, le cœur de cible ديالنا. Et là, يعني باش نجيبوا هذا الشيء كله، هذا انفلونسور وعلاش هذا الشيء بقى ورانا الان. اللي كيهم هي النتيجه اللي وصلنا. يمكن كاين بعض الدروس اللي خصها تخدم يعني في المستقبل بالنسبه ل يعني لا كومينيكاسيون ديالنا، ولكن اللي كيهمنا انه برنامج ناجح عنده المكانه ديالو، غادي نوقفوا عليه، غادي نعاونوا هاد الشباب. وحتى اللي ما خدا شيء يمكن غدا هاد القرض ديال الشرف، هذا ماشي القرض ديال اللي قال لك ديال الحبس ديال اللي قالها واحد السيد في الغرفه الاخرى، هذا القرض ديال الشرف ديال المغاربه اللي عندهم الشرف ديالهم، اللي كيجيو وغادي ياخذوا ان كريدي وغادي يديروا جهدهم اللي قادرين عليه باش غادي يخلصوا ان شاء الله في المستقبل. وحنا يعني غادي نتابعوهم ونواكبوهم، غادي ناخذوا اللي يستحق. راه ما كاين شيء يعني زبونيه، ما كاين شيء سميتو، اللي يستحق واللي عنده ان بون بروجي واللي عارفينه بانه غادي يقدر ينجح باسكو لو بروجي ديالو الي بون متبع، راه هو اللي غادي نعاونو. اما اللي ما عندوش ما يمكنش ينجح، ولا جاب واحد البروجي اللي ما هو واقفش على رجليه وما عندوش السوق ديالو، راه ما يعني ما غاديش تمشى الدوله. وراه ماشي الدوله، حنا في المكاتب ديالنا ديال لا سميت ولا في عند الوزاره ولا هذا اللي كنختاروا هذا البروجي ولا لا، هذا الشيء كاين دي جون كي اناليز. القطاع الخاص، كل شيء قطاع خاص، لان التجربه كاينه في القطاع الخاص. ولا سميت الى 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 جينا لهذا الاناليز ديال يعني لا كور دي كونت، شحال من انتربريز ديال الدوله فيها لا كور دي كونت؟ غنوقفوا هذا الشيء ديال 2014، حنا اليوم في 2022، راه نفس الشركه. ونعطيك مثال الفلاحه، انا سيرتها 14 عام، سيرتها بنفس الرجال، عرفت واش كانت كتعطي قبل وعرفت واش ولات كتعطي من بعد، بافيك لي ميم زوم. سي اون كيستيون دو ليدرشيب، يعني باش نكونوا واضحين بان الامور غادي تبدل ان شاء الله، وحنا تايقين بانه هذا البرنامج ديال اواش غادي ينجح. الى سمحتوا الى سمحتوا بغيت مرة أخرى، أولا نشكر الفرقاء الاجتماعيين النقابات على الثقة، نشكر لا كومادير وكذلك لا سي جي ام على الثقة ديالهم حتى هما، لأنه حتى هما لعبوا واحد الدور كبير في هذه الظروف باش يعني تقبل 5% في العام الأول و 5% في الثاني، ولي زونتربريز سون ديفيكولتي وصعاب، وعارفين بأنهم حتى هما خصهم يعني يساهموا يعني في هذا المجهود الوطني، فهذا شيء يعني جد جد ايجابي. وحنا الحمد لله فين ما تقينا شباب كنلقاو التجاوب، لان المغاربه عندهم غيره كبيره على الوطن ديالنا. اخترنا نحافظوا على القدره الشرائيه، وزدنا 15 مليار ديال الدرهم في المقاصه، ووصلناها ل 31 مليار ديال الدرهم. اخترنا ندعموا المقاولات بالتي فيا. ذاك النهار كنهضر مع سي القجع، قال لي عيط لا شي جام، قال لهم واش مازال عندكم شي دوسي؟ قالوا لي ما بقاوش لي دوسي، كل شيء يعني اللي عنده شي دوسي ديال التي في اللي كان تخلص. اذا الوعد ديالنا اللي خديناه في هذه الظروف، يعني في هذه الظروف يعني اللي هي صعيبه، كما كان عندنا تحدي باش عجلات الاقتصاد ما توقفش في ظرف ازمات متتاليه، والحمد لله نجحنا في هذا التحدي. واليوم جميعا خصي نزيدوا نساهموا ونجيو اليد اليد باش نزيدوا لقدام. كاين يعني في لومبلوا، انا بكل صراحه ما زعما ما عنديش اشكاليه بانه مليون هي 200 الف سنه بعد هذه السنه ديال سميتو، رغم الظروف اللي كاينه. انا قبيله تكلمت لكم بانه الاستثمارات اللي توقعوا لا من لا كوميسيون ديال الانفستيسمون ولا لي زونكاجمون اللي خدا السيد الوزير ديال الصناعه والتجاره، بانه وصلت ل 57000 اللي هي التوقعات ديال المشاريع اللي غادي تخرج 57000 بوست دومبلوا. اواش غادي يدير 100000 فرصه، غادي دير على الاقل الى دات غير واحد با بروجي راه فيها 10000 ان شاء الله اللي غادي تنجح، غير مول بروجي بوحدو بلا هذاك اللي غادي ياخذ معاه، بلا السائق، بلا الناس اللي غادي يشتغلوا معاه.
وعندك الاداره كذلك 44000. هي الا جمعتي هنا تقريبا عندك 215000 ديال لي زومبلوا، اللي بلا ما نتكلم على 68000 امبلوا اللي قالت لك لا سي بي بانهم راهم كاينين بالنسبه للسنوات، ولكن هذوك كي ديبوند كي كيكونوا على حسب لي كوندي على حسب يعني لي كونديسيون ايكونوميك والفلاحه وواحد العدد ديال المسائل على حسب لو طو داكتيفيتي اللي كاينين، ها باش نكونوا واقعيين. ولكن بغيت نزيد واحد النقطه اللي هي مهمه، يعني حنا خصنا نخدموا الان في الاستثمار ديالنا على المردوديه. المردوديه حنا كنحتاجوا 7 ديال الوحدات من الاستثمار باش نخلقوا واحد الوحده من انتاج الخام الداخلي. يعني بلي كدير 7 المليار ديال الدهم ديال الاستثمار كتجيب لك مليار ديال لا فالور اجوتي كريي او سان دي كونت دو ليتا. هذا الشيء ناقص وخصنا نحسنوه، وخصنا نمشيو لبعض القطاعات اللي هي واعده اللي يمكن تعطينا قيمه مضافه عاليه، اللي فيها الصناعات الغذائيه، النسيج والجلد، الكيماويه وشبه الكيماويه، الفلاحه، التجاره، البناء، الاشغال العموميه، الفنادق، المطاعم، الصيد البحري وغيرها. وحنا نحتاج وغادي نطلب دابا، حنا دابا في بدايه المسار هذا يلا 6 شهور، وانتم تبارك الله شفتوا يعني راه المغاربه كيشوفوا الديناميه، زعما رغم الصعوبات ولي ديفيكولتي والعصافه الويضه وهذا وهذا، ولكن حنا الحمد لله يعني حكومه يعني تسير الى الامام وكتعطي يعني لا كونفيونس بان على الاقل لو كاب يعني اتراسي راه معروف، وان شاء الله يعني الحكومه هي مطلوبه باش هذه القطاعات يعني ليسبري انه دائما نعاون الناس باش يديروا لي زومبلوا باش تحرك الوقت، وغادي ندفعوا في هذا المجال ان شاء الله. كما انه كاين النقطه الثانيه هي واخا غادي نديروا مليون ديال قلت 200000 هذا العام، في 5 سنين هي مليون، واخا غادي نديروا مليون ما كافياش الا بغينا لوطو ديال يعني ديال الشوماج يهبط وعلى الاقل يبقى في يعني في المكانه ديالو، لان لا بوبيلاسيون اللي كتجي كل سنه غاديه وكتكبر، اللي كتدخل النظام ديال الشغل غاده وكتدخل. فلهذا من الحلول الكبرى اللي خصهم يكونوا هي نشتغلوا على رفع من نسبه الادماج ديال النساء في الشغل. تري امبورتون. علاش؟ لانه اليوم 2 النساء من اصل 10 كيشتغلوا خارج البيت، ومراه وحده من اصل 10 هي اللي عندها الاجر مقابل. وما بين تقريبا 156 دوله عندنا في المرتبه حنا 144 عالميا في مؤشر ديال لو جوندر لو جاب اندكس. بالنظر لمقومات الاقتصاد الوطني خاص الحقيقه النشاط الاقتصادي للنساء يكون تقريبا في 36%، لان هذا الشيء غادي يعاون. سي اون كري لي 1 مليون دومبلوا ونخلقوا امكانيات ديال النساء باش يكون واحد لاكتيفيتي ديالهم واحد لا ريمينيراسيون واحد الاشتغال، يمكن غادي ان شاء الله لو طو داكتيفيتي غادي يطلع، ويمكن اننا نحسنوا هذا. فلهذا سي دي تشالنج كبار، انا كنقول لكم ليست لنا عصا سحريه، ولكن عندنا لا فولونتي، عندنا لا فولونتي دو شونجي لي شوز، عندنا لا فولونتي دو بوسي ان شاء الله باش الاقتصاد ديالنا يكون في المستوى. شكرا لكم.